طيب عايز اقول لحضراتكم ان النهارده معالي الوزير وزير الخارجيه المصري سامح شكري استطاع او وصل الى دبي للمشاركه في الجلسه الافتتاحيه لمؤتمر المناخ الكوب 28. كوب 28 ياتي بعد مؤتمر المناخ في مصر الكوب 27 اللي استضافته مصر السنه اللي فاتت واللي عمل انقلاب في حته قطاع اللقاءات او قمه المناخ في العالم، لان هو طلع حاجات جديده كان من ضمنها الصندوق الذي تم الاعلان عنه لنجحت مصر في الحصول على موافقه كل الدول المشاركه فيه. سامح شكري شارك بصفته رئيسا للكوب 27 وفي افتتاح الجلسه الرئيسيه وتسليم رئاسه الكوب 28 الى الرئيس الحالي من دولة الإمارات وتسليم الرئاسة للكوب 28 لدولة الإمارات. نسمع ماذا قاله في كلمته الافتتاحية النهاردة. قد استمعنا إلى جميع الأصوات من المؤسسات المالية فيما يتعلق والأمر بتسليط الضوء على التكيف المناخي، وأيضا بينما عملنا مع التعاون الخاص بمراكش وأيضا التعاونات المختلفة من مؤتمر الأطراف 27 في مكافحة التغير المناخي. كما نتحدث أيضا عن الإنجازات الخاصة بمؤتمر الأطراف، نحتاج أيضا إلى التقييم الخاص بذلك والخاص بالدافع وتحقيق الإلهامات التي نألو إليها، ونستمع إلى جميع الأصوات من المجتمعات المتأثرة بالتغير المناخي، وأيضا هذا الجانب يجب أن نهتم به جميعا لعدة أسباب. الأول، لأن أكثر ما نحصل عليه من الحلول وأيضا من الأفعال والالتزامات هي مؤسسة على ما نتمناه، وهذا ما سوف يمكننا من تحقيق هذه الظروف في الأهداف المحددة، وأيضا ما نتحدث عنه من خلال الالتزامات التي قمنا بها في شرم الشيخ سوف تقوم بتوفير مليارات الدولارات في المستقبل، وأيضا سوف نعمل على تمويل ذلك في هذا الوقت، وأيضا نحن علينا أن نصل إلى 1.2 من حياد الكربون كما اتفقنا في اتفاق باريس، ونحتاج إلى العمل على ذلك أيضا مع الدول النامية، وأيضا يجب أن نعمل على ذلك مع الجزء الثاني الخاص بالتمويلات من الدول النامية. بالفعل يقل ذلك فيما يتعلق بالاحتياجات، وأيضا هذا يمكن أن يزيد التمويل ويزيد المبلغ على الدول النامية، لذلك يجب أن نعمل على ذلك وأن نقوم بتدفيق التمويل، وبعد ذلك نحتاج إلى اكتشاف أيضا الفرص في الدول التي هي ملتزمة في برنامج وفي اتفاق باريس. عدنا لحضراتكم مرة أخرى. عايز أقول لحضراتكم أن هذه الاجتماعات التي ستتم في دولة الإمارات، حتى الآن أعلنت الإمارات عن تواجد واهتمام أكبر من العالم بالمنطقة الخضراء. لو حضراتكم تفتكروا أن في الكوب 27 عندنا هنا كانت المنطقة الخضراء مليئة بدول العالم التي جاءت لتقدم ما لديها من مقترحات شبابية ونظرات مستقبلية، ده بخلاف المنطقة الزرقاء اللي بتكون للممثلين الرسميين الدول الرسمية. المنطقة الخضراء أصبحت بالنسبة للعالم الآن أكثر أهمية، وبالتالي ليه؟ لأن الوفود الرسمية بتكون أعدادها قليلة شوية، إنما الوفود في المنطقة الخضراء مفتوحة أمام الشركات وأمام الشباب وأمام المشاركة بتاعة الدول المختلفة، ومن ضمنها طبعا عايز أقول لكم إن مصر من أهم الدول اللي قدمت المنطقة الخضراء للعالم كمنطقة هامة جدا لما النظرة المستقبلية لما يمكن أن يحدث في العالم بسبب التغيرات المناخية.